ونرحب بيكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل الساده المشاهدين ونجومك الكبار الكابتن علاء ميهوب، كابتن يوسف، كابتن عادل مصطفى حبيبي، وكابتن هاني العجل. كابتن ايمن، قبل ما نروح للحالات ونقدم طاقم التحكيم، انا عندي يمكن ثلاث نقاط مهمه جدا النهارده في البدايه هتكلم فيهم. نمره واحد الفار، نمره اثنين حكم المباراه جهاد جريشه، نمره ثلاثه الحكمين المساعدين. الفار النهارده عاوز اقول النهارده كان على الفار النهارده صبحي العمراوي وسعيد حمزه والحكمين من منطقه الاسكندريه. اقدر اقول النهارده ان هم كانوا شاطرين جدا جدا في تطبيق المفهوم الصحيح للبروتوكول. انا النهارده بديهم امتياز بامانه في الحالات اللي النهارده دخلوا فيها بشكل صحيح ومفهوم جديد. ده بالنسبه لعمر صبحي العمراوي وسعيد حمزه. جهاد جيش النهارده كابتن في نقطه مهمه جدا، وهو لم يكابر، يعني حكم كبير لم يكابر في ان هو راح للفار، وبالتالي اقتنع بالصوره وابتدى ياخد بقرار الفار. اخر نقطه بكلم فيها الحكمين المساعدين ان هم احمد نوفل واسامه السيد النهارده فوق الامتياز في التعاون، في حالات التسلل، تركيز ويقظه. بصراحه طاقم التحكيم النهارده بشكل كبير النهارده ادوا مباراه جيده. هنروح للحالات وهندلل بالحالات باللي احنا قلناه النهارده كابتن ايمن في اول الحالات، ونشوف كابتن سمير اول حاله عندنا، وهي حاله من الحالات التسلل. التسلل هنا بجزء يا كابتن بالقدم او بالجسم او بالراس، وهنا حاله من الحالات الصعبه جدا جدا على الحكم المساعد. شوف هنا هو يمكن اخر سنه شويه وبعد كده احتسب الكره. هنا بنقول هنا جزء من الجسم، ادي هنا الجزء باين جدا جدا، الجزء هنا بالجسم، وبالتالي هنا حاله من حالات التسلل الدقيقه جدا نجح فيها الحكم اسامه السيد في ان هو خد قرار بشكل صحيح. نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف. تمام، هنا الحاله دي حاله مهمه جدا جدا، ونشوف من اول خالص. نجيب التعاون، هنا كان في تعاون مهم جدا عند احمد نوفل يا كابتن ايمن، وهنا التعاون بيقول ايه؟ ان التعاون هنا المخالفه موجوده، وهنا كان احمد نوفل هنا كان موجود بالقرار وكان موجود بتكنيك الرايه الصحيحه، وان كان هنا من الممكن كان جهاد جيش هنا يشهر بطاقه الصفراء هنا للتهور، ولكن احنا احتسب المخالفه وكان في تعاون ما بين الحكم المساعد رقم واحد احمد نوفل وجهاد جريش. تمام، نروح للحاله اللي بعد كده. حاله من الحالات المهمه جدا جدا، انا هرجع بس تاني، هرجع تاني كده الاول. شوف جهاد جريش هنا كابتن هقف. كابتن ايمن، هذه الحاله من الحالات الصعبه والدقيقه جدا، محتاجه تفاصيل كتيره جدا لحكم المباراه. هنا التفاصيل هنا ما كانتش موجوده عند جهاد، هو هنا خد بالشكل وبالتالي خلى اللعب يتواصل ويستمر، وشايف من هنا مفيش مخالفه، ولكن بس كابتن تمركزه كويس جدا جدا جدا. كابتن محمد، في حاجه مهمه جدا، ممكن اكون عندي زاويه رؤيه واضحه وتمركزي رائع، ولكن تفاصيل الحاله صعب. انا عندي مش موجوده صح. يعني انا دايما اقول للحكام ايه، ما تخش بالشكل كابتن علاء في الحاله وخد بالتفاصيل الحاله. يعني طبعا دي لو مفيش فار ما تتحسبش خلاص. ما هو جهاد ما حسبش يا كابتن ايمن، هو هنا جهاد خلى اللعب يستمر هنا وقال مفيش. تاني هنا جهاد، لما نشوف جهاد هنا خد القرار ان مفيش مخالفه. ايوه، هرجع بقى لصبحي العمراوي وسعيد حمزه على الفار. هنا اللعب توقف ونشوف الحاله ديت. هنا المخالفه كابتن هنا بالقدم اليسرى للاعب، اللي هي الرجل في رجل من تحت والعقم موجوده. جهاد ريشه راح للفار، ولم يكابر، ان هو عنده لقطه، بتقول عكس ما هو قاله في الملعب يا كابتن يوسف. صح، وبالتالي هنا رجع احتسب ركله الجزاء، وانا شايف ان القرار هنا كان فيه تعاون من جهاد، وهو طبعا راح للفار هنا، والمخالفه موجوده والقدم موجوده والعقم موجود. اول مره الفار ينصفنا. الفار النهارده، انا بقول النهارده صبحي العمراوي تاني، بقول سيد حمزه وصبحي العمراوي النهارده امتياز حكام منطقه اسكندريه كابتن ايمن. النهارده كانوا مركزين جدا جدا، وحاله من الحالات المهمه جدا النهارده نجح الفار في ان هو يحسب ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي، على الرغم ان جهاد ما كانش حسبها، ولكن هنا ركله جزاء صحيحه والعرقله موجوده. نروح بعد كده للحاله، حاله مهمه جدا جدا، وهنتكلم في اللعبة من هنا. لحظة اللمسة هنا من كهرباء لبدشي، بردك تركيز كبير جدا جدا من أسامة السيد الحكم المساعد. خلي بالك لو ما عندوش تمركز كويس كابتن أيمن،
وربط كويس ما بين لحظه اللعب والموقف، هنلاحظ هنا ان ممكن اللعب زي تفوت منه، ولكن هنا اشار باستمرار اللعب. بنجيب كمان الحالات اللي الحكم المساعد ما بيرفعش فيها. هنا بحيي اسامه السيد، بقول برافو اسامه على هذه الحاله، تميز ليك انك انت اشرت باستمرار اللعب، لحظه اللمس، وهنا بادج جاي موقفه سليم، وبالتالي القرار كان سليم. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. شوف هنا التكنيك بتاع الرايه بالمساعد، بس كابتن ايمن خد نروح اللقطه الاولانيه بس كابتن سمير، انا نفسي اجيب حكم المساعد النهارده اهو. هنا نشوف هنا التكنيك بالايد اليمين، معنى ايد اليمين هنا المخالفه هنا هتبقى ايه على اللاعب المدافع يا كابتن ايمن، خلاص ما حيرتش الحكم، وبالتالي هنا احمد نوفل ايضا بشيد بيه، هنا المخالفه موجوده، هنا بنقول هنا اشهر البطاقه جهاد جريشه، لان هنا عندنا حاجه اسمها تعطيل الهجوم الواعد يا كابتن يوسف، لو عدى اللاعب دوت عنده فرصه ان هو يعمل باص يعمل دريبل يخش جوه، وهنا الانذار طبعا انذار صحيح. وهنا التكنيك بتاع الرايه بشيد باحمد نوفل وبجهاد جريشه في التعاون ما بين الاثنين في هذه الحاله. المخالفه موجوده والدافع موجود طبعا والعرقله موجوده، والقرار كان قرار صحيح. نروح بعد كده نشوف الحاله اللي جايه، وهي حاله من الحالات المهمه جدا 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 جدا. هنا شويه لخبطه وشويه رابكه هنا، والحكم طبعا يعني هو مش عارف ايه اللي حصل قبل ايه، ولكن هو الحكم هنا يعني كان شويه بعيد، جهاد كان شويه بعيد يا كابتن هنا في الحاله. ونمشي شويه نمشي شويه، هنا 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 المخالفه كانت موجوده، هنا المخالفه كانت موجوده يا كابتن ايمن. مسكوا برجليه هنا المسك بالرجلين، هنا جهاد يمكن ما خدش باله من ديت، وخد باله من الشده على محمد سالم. تمام هنمشي شويه بعد كده، تمام هنمشي، هنا المخالفة كانت موجودة على محمد سالم، بس 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 جهاد هنا برضك ما خدش باله من المخالفة، وبالتالي حسب ركلة جزاء على النادي الأهلي. الفار طبعا أكيد بيشيك على أي ركلة جزاء، شيك على ركلة جزاء، راح للفار شاف لأ إن هنا العرقلة موجودة قبل المسك، وبالتالي هنا يعني رجع تاني جهاد ولم يكابر، وحسب الإسقاط وكان قرار صحيح من جهاد. هنا هو يمكن جهاد حسب على دي، ولكن كان قبلها في مخالفه للنادي الاهلي اللي هي العرقله محمد سالم، ما شافش الاولانيه، وبالتالي انا بقول برضك الفار هنا تدخل الفار امتياز بامانه. وده اللي احنا بنقول لك ان الفار يتدخل في الحالات الواضحه اللي هي ممكن تعمل مشكله في العداله التحكيميه. نروح بعد كده تمام هنا، تمام هنا، من هنا اللحظه دي هنا في العرقله والمسك الرجلين، وهنا كانت المخالفه كان المفروض جهاد ان هو يصفر عليها، ولكن طبعا الفار صحح له وخد بقرار الفار، والقرار هنا قرار صحيح. اخر حاله من الحالات اللي عندنا طبعا، وهنا زي ما قلنا معيار احتساب المخالفات كابتن ايمن في العقوبات الانضباطيه، هو معيار واحد، هو هنا ادى ايمن اشرف انذار لتعطيل الهجوم الواعد لعب من هناك. نشوف هنا اللعب هنا نفس الشيء، هنا في مسك تمام، ودي اخر حاله، ولسه من لو عدى عنده فرصه يعدي ويروح ويعمل الباص او يعمل دريبل، كل هذه الامور شايف النهارده ان جهاد جريشه اجتهد واهتم وتعاون مع الفار دون تكبر ودون ان هو ما ياخدش برايه، وبالتالي احنا اهم حاجه في المباراه كابتن عادل وهي تحقيق العداله التحكيميه في المباراه، وده تحقق من خلال هذه المباراه. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس. شكرا جزيلا. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين. النهارده الفار عمل شغل كويس معانا. يمكن اول مره ينصفنا. عمل فروج يعني ضربه جزاء كانت هتحسب علينا وضربه جزاء لينا. مظبوط. بنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي ومولين النهارده، واللي انتهت بفوز نادي الاهلي 1-0. بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن علاء ميهوب ألف شكر. كابتن محمد يوسف ألف شكر. ألف شكر كابتن، مبروك النادي الأهلي ومبروك جمهور النادي الأهلي. كابتن عادل مصطفى ألف شكر. ألف شكر كابتن. كابتن هاني العجيزي ألف شكر. ألف شكر كابتن. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى، واستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وأرق تحياتي.